الرجل الكسول حكاية من التراث الألماني. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي إحدى مدن ألمانيا عاش رجل كسول ولم يعمل مرة في حياته. ها؟ أوه، كم أتمنى أن أرتدي ثيابا جميلة. كان يحسد الأغنياء كثيرا. الفرق شاسع بيني وبين هؤلاء المترفين. يا إلهي، لماذا ولدت بهذا الحظ السيء؟ يا لتعاستي، إن حياة الفقر لا تحتمل أبدا أبدا. هل أنت تعيس؟ ماذا؟ من يكلمني الآن؟ لابد أنني كنت أتخيل ذلك. نعم، هل أنت تعيس؟ من أنت؟ ألم تناديني؟ أنا لم أنادي أحدا. أنت كاذب، قلت إنك تعيس لذلك حضرت. أنا جالب النحس. يا إلهي، لا داعي للهرب. اسمع، يمكننا أن نسمع أصدقاء. لم أنادي عليك، أنا لا أعرفك، أرجوك اتركني. ماذا؟ كنت تسخر مني؟ لا أرو صداقتك، لا أعرفك، لم أنادي عليك أبدا. حظك، لابد أن هناك سببا لذلك. ما هو؟ هيا أخبرني. راح الرجل يحكي له في فزع عن سوء حظه، وكان هذا الرجل إذا تكلم أحسن الحديث. فهمت، يا للمسكين. لا بأس، سأظل معك منذ الآن. اسمعني، سأنصحك. أنت تظل معي؟ نعم، سأرشدك على وسيلة لكسب المال يا صديقي. ماذا؟ وكيف ذلك؟ الأمر سهل، ستصبح طبيبا. طبيبا؟ لكني لا أعرف أي شيء في الطب. لا بأس، استمع لي جيدا وافهم ما أقوله لك بالضبط. أخذ جالب النحس يخبر الرجل الكسول عن وسيلة تجعله طبيبا ثريا. في هذه الغرفة يوجد مريض، المريض وأهله يعلمون أنه سيموت. اسمع، الآن ستدخل ثم تقوم بقياس نبضه، ثم تنظر إلى أعلى الفراش. عندما تجدني عند رأس المريض يعني أن هذا المريض سيشفى. لا تقلق، لن يراني أحد سواك. وحتى تشعر المريض بالإطمئنان أعطيه الدواء وقل له إن هذا هو علاجك، وصفق 3 مرات. عندها سأختفي وسيشفى المريض. أتفهم؟ لقد شفيت. وهكذا انتقل الرجل مع جالب النحس إلى منزل آخر. إذا وجدتني عند أقدام المريض يعني هذا أنه سيموت. مهما بلغ من القوة والشباب لن يعيش، فلكل امرئ أجل، وأجل المريض يحين إذا وقفت عند أقدامه. تذكر، الوقوف عند رأس المريض يعني أنه سيعيش، والوقوف عند أقدام المريض يعني أنه سيموت. وإياك أن تخطئ، لا تخطئ أبدا. هي لا تخطئ، لا تنسى ما قلته لك أبدا، لا تنسى. وهكذا أصبح الرجل طبيبا بفضل مساعدة جالب النحس له. وذات يوم، أين ذهب؟ ماذا؟ لا شيء. ماذا حدث؟ أين اختفيت أنت؟ قل لي. أنا آسف حقا، كانت عندي حالة انتحار. دكتور، هل سيشفى؟ ماذا؟ نعم. حقا؟ ولكن الدواء يكلف بعض الشيء. لا بأس، ما دام سيشفى لا بأس. حسنا، خذي. شكرا جزيلا. لقد أصبحت طبيبا ماهرا. لقد شفيت. اكتسب الرجل شهرة كبيرة في البلدة. كان الجميع يؤمنون بأنه لا يخطئ أبدا، فجاء إليه المرضى بالمئات، لكنه كان كسولا بطبعه، فلم يعبأ بمرضاه وانشغل عنهم، كما كان يرفض أن يعالج الفقراء.
وبسبب شدة كسله أفلس سريعا، وأثناء بحثه عن مريض ثري وجد نفسه أمام باب القصر. الأميرة تحتضر، ومن ينقذ حياتها يسمح له بطلب أي شيء. هذا ما كنت أتمناه. سوف أحصل على مكافأة. عفوا، أنا الطبيب الشهير، سوف أنقذ حياة الأميرة. حقا أرجوك أن تنقذها، أرجوك. لا فائدة، لن تعيش أبدا. أخبرني كيف حالها. يبدو أنني جئت متأخرا يا مولاي. نعم. ماذا، لا تستطيع إنقاذها؟ لا أبدا. أوه الأميرة مسكينة. أرجوك أنقذها، سوف أعطيك أي شيء تطلبه، سأجعلك وريث هذا العرش، ويمكنك الزواج من الأميرة أيضا. ماذا، حقا ما تقول؟ لن أخلف وعدي أبدا. ولكن جالب النحس. لا شيء لا شيء. هل سمعت؟ أرجوك أن تقف عند رأس الأميرة. لا يمكن. حين أصبح ملكا سأعطيك نصف الملك. لا أريد. أرجوك. لا يعني لا أتفهم. زعج الرجل كثيرا لوقوف جالب النحس عند أقدام الأميرة، فراح يفكر بسرعة في وسيلة تمكنه من الحصول على العرش والزواج من الأميرة. مولاي سأهمس لك شيئا. فهمت؟ ترى ماذا يحدث؟ مهما فعلوا ستموت الأميرة. هاي يا جالب النحس، ماذا تريد؟ هل أنت واثق من أنك لن تنتقل من مكانك؟ لن أتحرك. حسنا، لا تتحرك أبدا. قلت لك لن أتحرك. حسنا، استدر أيها السرير. ماذا حدث؟ أنت تقف الآن عند رأس الأميرة. لقد خدعتني. نجح الرجل في خداع جالب النحس. يا سلام، الأميرة تستعيد صحتها. لقد أنقذت حياة الأميرة، سوف تصبح وريث العرش أيها الطبيب. تعال تعال. أرجو أن تأذن لي يا مولاي لحظة. أنا آسف لما حدث. لا بأس، إنك محظوظ، لقد أصبحت وريث المملكة. هل تشعر بالفرح؟ أنا آسف، لا أستطيع الفرح. لماذا؟ هيا اتبعني. ترى إلى أين يأخذه جالب النحس؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ اصمت اتبعني. أين نحن؟ ما هذا المكان؟ هذا هو المكان الأخير لك، انظر جيدا، إنه مكان عجيب أليس كذلك؟ إنه عجيب فعلا. إن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، جئت بك إلى هنا لأريك بأن ما فعلته كان خطأ جزاؤه الموت. الموت؟ أرجوك سامحني. كلا، لن أسامحك أبدا. أنت تمزح. كلا، عندما تنطفئ هذه الشمعة ينفذ فيك حكم الموت. نعم اسمع، سوف أعطيك هذه الشمعة لتضيء بها المكان، أوقدها من الشمعة الثانية، إذا نجحت أسامحك، وإذا لم تنجح فسوف تموت. يا إلهي أنت تمزح، اتركني. لا فائدة، حاول أن توقد الشمعة وإلا ستموت يا صديقي. سأكون طيبا، لن أحتال على أحد أبدا أبدا، سأكون طيبا. قلت لك إذا استطعت إيقاد الشمعة سوف أسامحك وأتركك. هيا هيا اتقدي. ماذا تقول؟ إذا فشلت أعاقبك. يا إلهي اتقدي. هيا حاول، ستنطفئ. لا فائدة. كما قلت
كان الرجل كسولا جشعا لا يحب إلا نفسه، لذلك فشل بالاختبار.